هقول لكم دلوقتي على المقادير بتاعه الكيكه الاسفنجيه، بس حابه كده انا اقول لكم على شويه معلومات. المعلومات دي بتكون سبب من اسباب نجاح الكيكه معاكي من اول مره، يعني انا شايفه ان هي مهمه زيها زي المقادير بالظبط. اول حاجه كده معانا من المقادير او المكونات بتاعه الكيكه الاسفنجيه، عندي كوبايه ونص من الدقيق. الدقيق لما تيجي تعيريه ما تاخدوش بالكوبايه كده خلاص، يعني ما تعيريش بالكوبايه كده الدقيق كده الوقت انت كتمتيه فوق بعضه وولاتي الكوبايه فوق طاقتها خلاص، لا هاتي معلقه وخدي بالمعلقه ونزلي بالراحه كده، يعني حتى وانت بتنزلي بالمعلقه ما تهزيش الكوبايه، بس تنزلي بالمعلقه كده وتسيبي ينزل براحته كده. كده يبقى انت مليتي الكوبايه، الدقيق اخد نفسه كده في الكوبايه، الكوبايه خلاص اتملت معانا دي خلاص. عندي هنا كوبايه ونص من الدقيق، الكوبايه اللي انت هتعيري بيها لازم كلها تكون واحده مقاس واحد خلاص. يبقى كده احنا قلنا معلومتين، الكوبايه تكون مقاس واحد، الدقيق ما تاخدهوش كده بتاخديه بالمعلقه. يبقى عندي كوبايه ونص من الدقيق، ده دقيق جميع الاستعمالات. عندي هنا كوبايه من السكر الحبيبات، ويستحسن يكون سكر ابيض عشان الكيكه بتاعتك تطلع بيضه كده وحلو. عندي كمان ربع كوبايه كده من الزيت، برده الزيت بتاعك يكون نوع كويس علشان يعني ما يخليش ريحه الكيكه تبقى وحشه، يعني لو هو زيت تموين هيدي للكيكه ريحه مش حلوه خلاص، فيستحسن يكون زيت نظيف. كمان كل المكونات بتاعتنا لازم تكون بدرجه حراره المطبخ. عندي هنا معلقه كبيره من الخل، الخل ده بقى بصوا اي كيكه ضيفي فيها معلقه الخل دي بتخلي الكيكه بيضه مفيش فيها زفاره، بتخليها ثابته كده في الهشاشه بتاعت اللي بتخلي الكيكه هشه ومرتفعه وتفضل ثابته على العلو بتاعها خلاص. فانا عندي هنا كده معلقه كبيره من الخل، اربع معالق كبار مليانين زي الهرم من النشا. عندي كمان معلقه كبيره ونص من البيكنج باودر. عندي هنا ست بيضات صغيرين، ست بيضات كبار او سبعه صغيرين خلاص، يعني لو حجم البيض عندك صغير استخدمي سبع بيضات. عندي هنا معلقه فانيليا سايله او بودر اللي موجوده عندك طبعا، ومعايا كمان رشه ملح هنضيفها على الدقيق دلوقتي معاكم. طبعا رشه الملح ده اصلا بتبقى سنه في كل حاجه فاحنا هنضيفها. بس دي كده كل المكونات، طبعا كل الحاجات اللي احنا مستخدمينها في الكيك لازم تكون نظيفه وناشفه، مفيش فيها ولا نقطه ميه، لو فيها ميه ممكن الكيكه ما تنجحش معاكي خلاص. طبعا الفرن بتاعنا لازم يكون مسخنينه على درجه حراره 180 من قبل ما نشتغل في الكيكه خلاص، مجرد ما تشتغلي كده في الكيكه لازم الفرن بتاعك يكون شغال وسخن عشان بعد ما تخلصي الكيكه تدخليها على طول على الفرن، ما ينفعش ان انت تخلصيها وتسيبيها خلاص ماشي. بس دي كده كل العوامل اللي تخلي الكيكه بتاعتنا تنجح معانا. كمان في معلومه كمان، وبجد انا لما عملتها يعني الكيكات بالذات كانت يعني بتبوظ مني او ما بتنجحش مني بسهوله، يعني هي ان انت تدخلي تعملي الكيكه او اي وصفه عامه هتخشي تعمليها في المطبخ، خشي اعملها بحب وانت داخله تعملي الحاجه بتاعتك كده اعملها بحب بجد بجد بتفرق. يعني اهتمي بس بالمعلومات اللي انا قلت لك عليها وادخلي كده اعملي كده صينيه الكيكه بتاعتك كده بحب كده هتنجح والله، هتفرق معاكي عن تجربه يعني الكلام ده يا جماعه. اول حاجه طبعا هنعملها في بوله كده، هندخل المواد الجافه زي الدقيق النشا البيكنج باودر، ندخل بقى كمان على الكلام ده كده برشه كده بسيطه خالص من الملح، نسيبه كده على جنب. وفي بوله ثانيه هنزل بالبيض الفانيليا السكر، هضرب بقى الكلام ده كده لمده 8 دقائق، يعني هضربه بالمضرب الكهرباء، ما ينفعش المضرب اليدوي لان هيطول معانا واحنا عايزين فوم كويس جدا للكيكه الاسفنجيه خلاص. فانا هضرب الكلام ده لمده 8 دقائق وهيبقى لسه معانا كده دقيقتين هنضرب فيها الخل، يعني هننزل الخل على المكونات دي دقيقة وبعد كده نضرب لمدة دقيقة كمان، وبعد كده هننزل الزيت نضرب كمان لمدة دقيقة خلاص. هضرب بقى كده الكلام ده لمدة 8 دقائق. ضربت كده الخليط لمدة 8 دقائق، هنزل بقى دلوقتي كده بالزيت واضرب بقى لمده دقيقه، وبعد كده انزل بالخل واضرب لمده دقيقه كمان، ويبقى كده ايه 10 دقائق كاملين. انزل بقى كده بالخل، حته الضرب دي مهمه جدا جدا في الكيك الاسفنجي، لازم تتبعوا طبعا كل الخطوات. هضرب بقى لمده دقيقه، بعد كده بقى هنخل المواد الجافه على المكونات بتاعتي دي، بس معلقتين معلقتين واقلب من تحت لفوق خلاص اهو. ناخد كده معلقتين معلقتين او ثلاث معالق ثلاث معالق كده، يعني تدريجي يعني يا جماعه، ما تنزليش بالمواد الجافه مره واحده خلاص اهو. ناخد كده، وطبعا حته النخل الكلام ده ثاني مهم، بصوا من تحت لفوق بالشكل ده كده وبالراحه خالص اهو. هعمل بقى الكلام ده كله لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا وارجع لكم ثاني باذن الله. طبعا لازم نخلينا في اتجاه واحد، يعني بلاش تروحي كده وتيجي كده، يعني يكون في اتجاه واحد.
دي كده الكيكه بتاعتنا اهي، ده القوام بتاعها وبقى جاهزه معانا شايفين اهو. هعمل ايه هنا بقى؟ عندي كده عندي الحله دي انا بدخلها الفرن، انا بستخدمها على البوتاجاز عادي وبطبخ فيها كل حاجه، وبدخلها الفرن وهنغطي الايدين بتاعتها دي بورق الومنيوم، مش هيحصل لها اي حاجه ولا اي كلام من ده خالص. انا دهنت دهنه زيت ويعني عفرتها كده بالدقيق، وبعد كده قلبت الحله ونزلت كل الدقيق اللي الزايد يعني معايا. بعد كده هنزل بقى بالكيكه بالشكل ده كده اهو، وهاخد بقى الكيكه بتاعتي ادخلها على الفرن على طول، ما تسيبهاش جنب منك ابدا. الفرن بتاعي طبعا زي ما قلت لكم انا مولعاه من البدايه على درجه حراره 180، هندخل الكيكه في النص، انا مولعه طبعا من تحت بس. الكيكه بتاعتنا بتفضل 45 دقيقه بالظبط في الفرن، يعني لا تزودي ولا تقللي عن كده خلاص، ما تفتحيش بعد نص ساعه تطمني عليها ولا اي حاجه، 45 دقيقه افتحي على الكيكه بتاعتك بص عليها. طبعا هتختبريها بخله اسنان من النص، من قلبها من النص. دي كده الكيكه اهي بعد ما طلعت معايا، طبعا انا سبتها في الفرن 5 دقائق، فتحت عليها فرن البوتاجاز وسبتها مفتوحه عليها 5 دقائق بس، وبعد كده طلعتها في على الرخامه كده عادي وسبتها تبرد تمام. شايفين ما شاء الله جميله جدا جدا. طبعا الحله بتاعتي كبيره على المقدار بتاع الكيكه، ف يعني مش هتعمل معانا ارتفاع يعني، فاهميني؟ بس الكيكه ناجحه، وانت لو عايزاها تعمل معاك ارتفاع بتحطها في حاجه يعني في صينيه او في الحله بتاعت الاسبونج تكون ضيقه خلاص. انا هعمل زيها بالظبط بس بالشوكولاته، فعشان كده مش هاممني الارتفاع يعني. لما اجي ازينها باذن الله هعمل ايه؟ هعمل زيها دلوقتي واحده بالكاكاو، هيبقى طبق كاكاو وطبقه بالفانيليا. طبعا هي بردت شايفين، الكيكه ما شاء الله جميله جدا جدا شايفين بصوا، وكمان الكيكه اللي انا عملتها معاكم اهي ما شاء الله حاجه كده جميله. طبعا الكيكه اللي بالكاكاو انا عملتها وسبتها طبعا في الثلاجه تبرد عشان اعرف اقطعها معاكم. شلت من الدقيق من مقدار الدقيق 3 معالق كبار، وضفت مكانهم كاكاو باودر اللي هو الكاكاو الخام خلاص، بس هي نفس المكونات، ما عملتش اي حاجه اكتر من كده. دي كده الكيك الاسفنجي اهو، اتمنى كان الفيديو يعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب طبعا للقناه. يلا في امان الله.